مرحبا، اسمي ليلى كنعان، انا مخرجة افلام قصيرة، فيديو كليبات، اعلانات، وان شاء الله هلا قريبا افلام طويلة. انا خلقت بجنوب لبنان بمنطقة اسمها صعيدة، وكنا عايشين ببيت ستي، وهونيك كنت اقضي معظم الاوقات على البلكون وعلى الشباك. قبل الظهر موعدي كان مع الشباك، وبعد الظهر موعدي كان مع البلكون، وكنت اقضي كتير وقت عم راقب الناس، ناس رايحة ناس جاية، واخترع لهم سيناريوهات براسي. من اول سنه جامعه بلش روح على تصويرات، فيديو كليبات، اعلانات، افلام قصيره، وثائقي، بس قال لهم بليز خدوني لو شو ما كان. يعني بلشت كنت مسح كابلات على السات، عملت صوت، عملت اشتغلت اسيستنت كاميرا، كنت اعمل لودينج يعني البكرات عبيها على التصوير، وانت بتعرف ما لها مسؤوليه هيدي الشغله. وبلشت بعالم الإخراج، وصراحة يعني الواحد كتير بيكتشف نفسه، كل ما بتشتغل كل ما بتكتشف نفسك، خصوصا إذا بلش بكير. هلا أنا عسات مني ديكتاتورية، يعني على التحضير أنا كتير منظمة وكتير مقتنعة إنه تحضير مزبوط بيوصل على التصوير صح، وأنت بتعرف يعني كل دقيقة على التصوير بتكلف بلاوي. لحظة بس أتأكد من شغلة. وديع وديع، وين صرنا؟ صورتوا البلايت الفاضية وربطوا وشيلوا وحطوا واحدة لواحدة وكلهم مربطين وما بعرف شو. هلا رح يصوروا، هلا عم يصوروا يعني. حلو، حطوا علي الإضاءة. لا بس جاهز، كله جاهز، تفضل الكادر، الإضاءة جهزت ايه كتر خير الله، بعد 4 ساعات تأخير. أول كليب عرف اللبنانية علي كان وينك لجو أشقر، اجا بعده توصفي ليارا اللي عرف مصر علي اكثر. توصفي عامل اللي بحني يلي عايش فيا على طول. ثالث شيء مسؤولولي لديانا حداد والشاب خالد، على اسمي بالخليج اكثر، وخلى الخليجيه يسمعوا بليلى كنعان اكثر، لحديت ما وصلت لمرحله صاروا الاي كلاس سينجرز يطلبوا وراي كرمال اعمل لهم كليبات. اول فنانه اي كلاس سينجر اشتغلت معها كانت هيفا وهبي، وانبسطت كثير لما اتصلت فيي. اول كليب اشتغلنا سوا كان ما تقولش لحد، اللي طغى عليه الابهار والاناقه، وركزنا على السكسي هيفا. اما الكليب الثاني فكان كليب بابا فان، وهو عباره عن فيلم قصير اذا بدك مدلي 3 اغاني للاطفال، وهون ركزنا اكثر على العفويه، وهذا الشيء ما كنا شايفينه قبل بهيفا. أما الفنانة الثانية الأي كلاس كمان اشتغلت معها هي نانسي عجرم، وكتير زادت وأضافت لمسيرتي الفنية. أول كليب اشتغلناه كان لمسة إيد، وهو كان أول مرة بتحس نانسي طالعة فيها دام ليدي. لمسة إيد برضى أكيد وبنسى إنك كنت بعيد. أول جائزة حصلت عليها هي لفيلم بيت بي، كان أحسن سيناريو وأحسن مونتاج وأحسن إدارة فنية. تاني جائزة كانت الماما أوردز لكليب بابا فين للأطفال، وكمان حصلت على الماما كأفضل مخرجة ل 2009. وتالت جائزة كانت الميركس دور. ولا مرة ما فكرت أنه رح أوصل لهون قبل، فنفس الشيء ما بخطط لبكرة، لأنه بفضل عيش كل يوم بيومه، وبجرب قد ما فيني كون أحسن إنسانة عبالي كونة أو فيني كونة بهالنهار، لحتى بكرة يكون أحلى وأحلى. هيدا منطق تفكيري. أحلامي كتير وطموحاتي كتير كبيرة، أولهم أنه حقق الفيلم اللي عبالي حققه ويكون شي شخصي نابع مني أكيد، أو التي في سيريز دراما التلفزيونية اللي عبالي أشتغل عليها. تاني شي عبالي أكتب كتاب، لأنه بحب كتير الكتابة وبحب كتير الفوتو، فبحس انه ممكن شي نهار من الايام اذا تعبت كتير من الاخراج وعبالي روح على شي رايق اكتر، رح روح على التصوير الفوتوغرافي.